هذا وقد غادر رئيس مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية الشقيقة الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ والوفد المرافق له بعد مشاركته في الاجتماع 11 لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث كان في وداعه رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم. وكان الاجتماع 11 لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية قد عقد تحت رعاية وحضور حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. كما غادر رئيس مجلس النواب في مملكة البحرين الشقيقة أحمد بن إبراهيم الملا والوفد المرافق له البلاد اليوم بعد مشاركته في الاجتماع 11 لأصحاب المعالي وسعادة رؤساء المجالس التشريعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث كان في وداعه رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم. كما كان في وداعه رئيس بعثة الشرف المرافقة النائب راكان النصف والأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري. غادر رئيس مجلس الشورى في دولة قطر الشقيقة أحمد بن عبد الله آل محمود والوفد المرافق له البلاد اليوم بعد مشاركته في الاجتماع 11 لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث كان في وداعه رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم. كما كان في وداعه القائم بأعمال السفارة القطرية لدى دولة الكويت علي جابر المري. كما غادر رئيس مجلس الشورى في سلطنة عمان الشقيقة خالد بن هلال المعولي والوفد المرافق له البلاد اليوم بعد مشاركته في الاجتماع 11 لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وكان في وداع المعولي لدى مغادرته رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ورئيس بعثة الشرف المرافق النائب الدكتور عودة الرويعي.